باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن الأبد أمين. هقرأ معكم قراية صغيرة، رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي، وفي الإصحاح الثاني آية 13 يقول: وأما نحن وينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. دعوة لحياة الشكر، ويعني حاجات كتيرة قوي قوي في علاقتنا مع الله تخلينا أن احنا نعيش حياة الشكر الدائم لربنا. وعلى رأس هذه الأمور هو الخلاص، خلاص نفوسنا. عشان كده بيقول: ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم يا الإخوة المحبوبين من الرب، أن الله اختاركم، الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. وبرضو بولس يأكد على حياة الشكر دي في الإصحاح الأولاني برضو في نفس الرسالة، لما بيقول في الآية 3 بيقول: ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق، لأن إيمانكم بينمو كثيرا. برضو دي تاني حاجة تستاهل الشكر، ان احنا عمال الايمان بتاعنا بينمو، معرفتنا بقوة ايماننا وثمرة ايماننا وبركات ايماننا. ونهاية الطريق اللي ايماننا بيوصلنا ليه وهو الحياة الابدية، فإيماننا ده لما بينمو ده أمر هيكون مصدر فرحنا، تعزياتنا دايما، كل نجاحات حياتنا مبنية على إيمان. نشكر الله بلا انقطاع. اشكروا في كل شيء، في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. عايزين نبتدي فعلا أحبائي مع بعض نفهم الإيمان بتاعنا، وليه الإيمان بتاعنا ودعوتنا إن احنا نكون مخلصين بالمسيح يسوع. دي أكتر حاجة أرجوك وأرجوك تخلينا إن احنا نفضل نشكر ربنا الليل والنهار. كلنا عارفين يا أحبائي إنه الله خلق الإنسان بداية من آدم، وخلق له حواء ضلع من ضلوع، عشان هو عايزهم هما الاثنين يحبوا بعض ويتعاونوا مع بعض، معينا نظيره، فيبقى المحبة بينهم. أم ربنا بحكمته اختار إن الخلقة تبقى كده. هو آدم من التراب، لكن حواء ضلع من جنب آدم،
علشان يعيشوا في المحبة. ربنا أظهر محبته لآدم وحواء إنه خلق لهم قبل ما يخلقهم 6 أيام بيخلق لهم حياة ممتعة سعيدة، جنة مليانة بكل ما يسعد آدم وحواء، ويبين لآدم وحواء قد إيه هم غاليين عند ربنا. حتى ربنا خد آدم كده من إيديه، تعالى اتمشى كده وانت اللي تسمي كل المخلوقات دي، تطلق عليها الأسماء بتاعتها علشان يحس بمحبة ربنا ويتمتع كده وهو بيتفرج على الخليقة كلها ويطلق عليها الأسماء بتاعتها. وده يوريكوا قد إيه آدم كان عقله كبير قوي واسع العلم جدا والمعرفة. أي واحد فينا دلوقتي يدخل كلية عشان يقعد يدرس أنواع النباتات كلها ويعرف أسماءها ويدرس أنواع الحيوانات كلها والطيور كلها والأسماك كلها ويعرف أسماءها ويعرف كل حاجة عنها، دي دراسات كبيرة قوي قوي قوي. بس ربنا خلق آدم على الاتساع الكبير ده من الفهم. طبعا السعادة بتبقى محبة متبادلة، السعادة عمرها ما تبقى محبة من طرف واحد. طب المحبة بانت من طرفك انت يا رب دلوقتي لآدم وحواء، خلقت له الخليقة دي كلها، ده انت بتحبه قوي، وبعدين خلقت له معينة كمان نظيره وتبقى يعني حاسة بانتماء ليه وهو انتماء ليها وهو يحبها وهي تحبه، ده كمان بتبين محبتك قوي يا رب. السعادة هي محبة متبادلة. طب آدم وحواء بقى لازم يقدموا لك حب مقابل عشان يبقى فيه سعادة ما بين الله وما بين الايه البشرية دي، ما بين الإنسان. طب ربنا يعني مستني من آدم وحواء يعملوا ايه يبينوا فيها محبتهم لربنا؟ الطاعة. ادهم وصية صغيرة كده وقال لهم لو بتطوعوني بلاش تاكلوا من الشجرة دي، تبقى بينتوا الطاعة يبقى انتوا بتحبوني، انا بينت محبتي بكل الخليقة دي، يلا انتوا بينوا محبتكم في طاعة الوصية مش اكتر من كده. صعبة يا آدم؟ لا مش صعبة. صعبة يا حواء؟ لا مش صعبة، بسيطة خالص يا رب، انت فعلا ما بتطلبش مننا حاجات صعبة. يمشي آدم وحواء يتفرج على الطبيعة كلها يسبح ربنا، يسبح يعني يشكر. الشكر والتسبيح والتمجيد معنى واحد، يشكر ربنا على كل ده ربنا عمله. علشان داود واحد من ضمن الناس اللي هم يعني عندهم يعني روح التأمل وكده والطبيعة، انه عنده موهبة انه هو يعبر ويقول بقى الشعر ويغني الأنغام بتاعتها وكده. هو لما تشوفوا الهوس التاني اللي احنا بنسبحه ده من تسبيحة من تسبيحات داود، عمال يسبحوا على الخليقة الجميلة بما فيها بقى من ايه كل انواع الخليقة والشمس والقمر والنجوم والانهار والبحار والطيور والاسماك والوحوش والباقي كله بيسبح بيسبح بيسبح. كان داود يطلع كده في وسط الزروع كده وحواليه الاغنام بتاعته ويقعد بقى يتطلع كده ويفتكر ايام ادم وحواء بقى، يا ده ربنا بيحبنا قوي ان هو عمل كل ده علشان ادم وحواء. للاسف انهم لما الشيطان حسدهم عن النعمه اللي هم فيها وابتدى يعرض افكاره عليهم وابتدى يشككهم في انه يعني طاعه الوصيه دي بالذات، ده الشجره دي بالذات هتدي لك امتيازات كبيره قوي انت ما شفتهاش، مش الممنوع مرغوب، ده انت لو الى اخره. واحنا عارفين ان ادم وحواء اتخدعوا وكسروا الوصيه، فالسعاده اللي كانت موجوده
اللي هي الحب المتبادل. كل ما أقول سعادة افهموا أنها إيه؟ مش حب من طرف واحد. السعادة لا تكمل إلا لما يبقى الحب إيه؟ متبادل. السعادة اتكسرت، ربنا بقى زعلان على آدم وحواء، وحواء وآدم اكتشفوا ضعفهم بقى، لا اكتشفوا أنهم تراب وهيرجعوا للتراب، واكتشفوا أنهم عريانين، النعمة اللي كانت مغطياهم، وابتدى الحزن يدخل، التعب بتعب بعرق جبينك هتاكل خبزك، والأرض هتنبت لك شوك وحسك، وانت يا حواء بالوجع والتعب تحبلين وتلدين، ودخلت متاعب كتيرة جدا. ومع هذا أحبائي محبة الله لم تتوقف، لم تتوقف. طبيعة ربنا عجيب قوي، انه طبيعته محبة ما بيتغيرش عن طبيعته، احنا بنتغير هو ما يتغيرش، ودي حاجة تطمننا كلنا. وبصراحة لازم نشكر ربنا ان هو قلبه ما بيتغيرش وطبيعته ما بتتغيرش. الله محبة، يعني محبة. انظروا آية محبة أعطانا الأب حتى نضع أولاد الله. كنت ابن ربنا يا آدم انت وحواء، واحنا دلوقتي طبعا في المسيح يسوع رجعت لنا النعمة دي تاني. إذا صليتوا قولوا أبانا الذي في السماوات، دي نعمة كبيرة قوي، شكروا ربنا عليه. ما فيش شعب في شعوب الأرض دي كلها ولا قبل المسيح العهد القديم ده كله كانوا بيصلوا يقولوا يا أبانا، لكن من ساعة ما ربنا ولدنا ولادة جديدة في المعمودية والسماء اتفتحت لنا، انشقت السماء والروح القدس نزل، وبقى كل واحد فينا بينال النعم دي يوم معموديته، فأصبح من حقنا نصلي ونقول له يا أبانا الذي في السماوات، يا بابا. عودة للدالة مرة أخرى، عودة للعشرة والتواصل مرة أخرى، لما ربنا هو اللي جه، لأن آدم ما كانش ممكن يرجع لربنا. أنت ضيعت العشرة، ضيعتها لما خالفت الوصية، لكن ربنا من محبته هو اللي إيه؟ هو اللي جالنا لغاية عندنا. ساعات إحنا لما نيجي نصالح زوجين ولا أخين ولا بتاع، يا سلام نوع نتحايل على ده، تعالى تعالى انت وصالح، يقول لك لا انا ما غلطتش، هو اللي غلط هو اللي يجي، والتاني يقول لا هو اللي دايما مش عارف بيعملني ازاي ومش عارف ايه، لا هو اللي يجي، وتبقى حكايه صعبه قوي. الحكايه دي مش صعبه عند ربنا، ادم اللي غلطان، ادم مش هيقدر يطلع لك يا رب للسماء، خلاص ادم يعني عمل غلطة كبيرة في حق نفسه خالص، وحالته بقت صعبة خالص. أنا أنزل أخلى ذاته أخذا صورة عبد سائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، بدام مش هيقدر يصالحنا ويرجعنا للدالة والبنوة والحاجات دي كلها إلا بالصليب. هل فهمنا الخلاص؟ هل استوعبنا قصة الحب الإلهي على هذا المستوى؟ الحب الإلهي كان في الأول عبارة عن خليقة جميلة، يلا كل واشرب واشبع وتفرج وتمتع، ده كان الحب الأولين لله. أما الحب الثاني حب فداء، على مستوى الفداء، أنت تحت حكم الموت، لا أنا هموت بدالك وادي لك الحياة وسيبني أنا أتصرف مع الموت. الحب على مستوى الفداء أعظم بكتير جدا. يعني لما بابا بيحبنا أنه هو وإحنا صغيرين كان يجيب لنا اللعب ويجيب لنا الأكل ويجيب لنا ويفسحنا مش عارف فين وبتاع إيه، وبعدين كل ده بابا بيحبنا ويدفع لنا مصاريف المدرسة ويدفع لنا أكل، بابا بيحبنا. لكن لما بابا لقاني محتاج زرع كبد ولا زرع كلى ولا زرع حتى قلب، ويقول خده، طب انت معرض للموت كده، يقول معلش انا ابني يعيش وانا مش مهم،
لا بقى ده حب تاني على مستوى تاني. ده احنا بهذا الخلاص نعيش حياة شكر دائم دائم دائم. ينبغي أن نشكر الله كل حين من جهتكم، ينبغي أن نشكر الله كل حين بلا انقطاع. اشكروا في كل شيء. ليه؟ علشان أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح. ابتدى ربنا ايه يسمح لي بالبطن اللي هتولد منها وبقى ابن لله. الحق اقول لك ان لم تولد من فوق مش هتعين ملكوت السماوات. ازاي يا رب اتولد؟ قال له من لا يولد من الماء والروح يلا نتولد وبقينا اولاد الله. يلا كمان تترشم بالميرون او يتوضع اليد عليك ويحل فيك الروح القدس. ليه بقى؟ لان الروح القدس اما يبقى جواك تعرف تتفاهم مع الله الروح، تعرف تاخد وتدي معاه علاقة حلوة جدا، وتقدر تفهم الآب والابن والروح القدس ببساطة ببراءة الأطفال كده. بره بقى ما عندوش الروح القدس، بقى عنده دماغ ودماغه توديه في مش عارف فين بقى. ده يفهم في شوية طوب، يفهم في يفهم في الماديات، يفهم لغاية الموت، لكن ما يفهمش ما يفهمش أمور أسرار الله. هو اللي لازم يعلنها، هو اللي أعلنها لنا في الخلاص. أي شكر يا أحبائي ينبغي أن نشكر الله على نعمة خلاصنا وبنوتنا لله والروح القدس اللي فينا. أنتوا عارفين الروح القدس اللي فينا دي يعني بتقرب نقربها إزاي؟ عارف كل واحد فيكم اتولد من بابا وماما، تلاقي عنده صفات وراثية واخدها من بابا وماما. احنا بقى لما اتولدنا من المعمودية وترشمنا بالميرون، الميرون ده بيخلي الروح القدس يحل فينا فيدينا صفات كده ايه، صفات شركة حياة مع الله، شركة حياة مع الله. بناخد حاجات حلوة من الله وبنحبها قوي. فمثلا لما يقول كونوا قدسين لأن أبوكم قدوس، كونوا كاملين لأن أباكم كامل، كما أحببتكم حبوا بعض، كما غفرت لكم اغفروا بعضكم لبعض، من أراد فيكم يكون عظيم أنا ما جئت لأخدم بل أخدم وأبذل نفسي فدي عن كثير، ومن أراد فيكم يكون عظيم فليكون للكل خادما وللكل آخرا. الله يعني كل ما للمسيح هناخده إحنا، عشان الروح القدس ده روح المسيح، فبيبقى عايز ياخد مما المسيح ويديني. وقال كده يسوع، قال ذاك ياخذ مما لي ويعلمكم. يقول لك يسوع كان بيعمل كده، اعمل كده. يسوع كان بيقول كده، قول كده. يسوع كان بيحافظ على كده، حافظ على كده. يسوع كان ما كانش بيشوف الناس وحشه، كان بيشوف كل الناس ويحبهم ويشجعهم وامتدحهم. خليك كده ان كانت عينك بسيطه جسدك كله. ربنا ادانا حاجات كتير قوي يا جماعه، انا مش عارف نشكره على ايه ولا على ايه ولا على ايه. هي كل دي علامات خلاصك وخلاصي، علامات بنوتنا لله، علامات ان احنا ان كنا اولاد فاننا ورثه، وارثونا مع الله شركاء المسيح في الميراث. ايه ده؟ ما هو ما فيش اب هيورث جاره ولا عبد عنده ولا زميل ليه. لا، اي واحد فيكم مش هيورث غير مين؟ ولاده. وحضرتك بقيت ابنه فبقيت وارث. وارث الابن لما بيورث تعب في حاجه؟ ما تعبش في حاجه. الاب هو اللي تعب وعمل وراح مورث ليه؟ لاولاده. شايفين النعمة أحبائي قد إيه غنية، قد إيه النعمة مجانية. النعمة التالتة الجميلة قوي قوي إن ربنا يسوع لما جه يصعد للسماء، فربنا لازم هيدبر حاجة. ليه؟ طيب التلاميذ اتمتعوا بوجودك يا رب في وسطهم. طب وانت دلوقتي خلصت الرعاية والفداء وأثبتت القيامة
وأعلنتها وطمنتنا أنك أنت بكر بيننا، بكر قيامتنا، وأن احنا طمنتنا إن شاء الله احنا كمان لينا قيامة وكده. وبعدين كان لازم يصعد للسماء. ليه؟ لأنه كل الغلطة اللي وقعوا فيها رؤساء اليهود، فاكرين المسيح هيبقى ملك على الأرض ويلا يملكنا هنا ونعيشنا هنا. هنا إيه؟ هنا إيه؟ إيه اللي عاجبكم هنا؟ إيه اللي عاجب الناس هنا؟ تعيش هنا تعمل إيه؟ في وسط عالم غرقان في الشر، ورئيس هذا العالم عمال يلون ويشكل في الشر بتاعهم أشكال وألوان، ويزوق ليهم ويضحك عليهم ويعلمهم يسكروا عشان يتوهوا عن حقيقة نفسه، ويتخدروا ويدمنوا علشان خاطر يتوهوا عن حقيقة نفسه، ويفضلوا يهزروا وينكتوا ويضحكوا على نفسهم ويضحكوا على بعضهم عشان ما يدروش انهم في حالة ضياع. ادي العالم ده. يجي المسيح يملك هنا؟ لا، مملكتي ليست من هذا العالم، مملكتي ليست من هذا. عشان كده قاعد يعلمنا بقى، يقول ايه؟ يشبه ملكوت السماوات، يشبه امثله كتيره ان ملكوت السماوات فوق، في السماء فوق، في الحياه الابديه فوق. طبعا احنا ما ينفعش واحنا في الجسد الترابي ده نملك فوق، ربنا هيتصرف معانا، هنزرع ده في التراب كده يطلع منه ايه في مجيء المسيح الثاني، جسد مقام بطبيعه نورانيه روحانيه سماويه خالده ابديه مؤهلة للمجد الأبدي. ده موضوع كبير قوي يا حبايبي، موضوع كبير، موضوع بيعمله ربنا معانا إعلانات حب إلهي يومي. كل واحد فينا بقى على مستواك الخاص، على مستواك الخاص، يا رب طب ده أنا وحش قوي، ده أنا كل ما أعرف حبك يبان وحشتي قوي اكتر واكتر. ايأس يا رب، ايأس واقول يعني مش معقول هتقبلني، مش معقول هتخليني واحد من ولادك، مش معقول يا رب هتورثني في ملكوتك. ربنا بيطمني وبيطمنك. مشكلة اللي ما بيشكروش ربنا ايه يا احبائي؟ ان هو مش فاهم ولا حاجة، مش فاهم ولا حاجة في أفضال ربنا على حياتنا. يعني إيه الخلاص، ويعني إيه الفداء، ويعني إيه نعمة المعمودية؟ أهو بنزغرط يوم المعمودية بتاعت عيال. طب وإيه اللي عملناه بعد كده؟ ربناهم إزاي؟ وابونا يرشم بالميرون وهي طقوس وابونا بيأديها. ايه يا جماعة الميرون ده؟ ايه اللي بيحصل في الميرون ده؟ ابننا بعد ما دخل معمودية وترشم بالميرون وخرج زي ما دخل هو هو؟ لا طبعا، لا خالص. من غير ما تفهموا ايمانكم يا احبائي مش تقدروا تشكروا. هيبقى شكرنا، عارفين اغلبكم بيشكروا ازاي؟ او اغلبنا يعني بنغلط الغلط ده ازاي؟ احنا عمالين نشكره على ايه؟ العيان خاف، نشكرك يا رب ونفرح قوي. طب ما هيعيا تاني، ولازم هيعيا تاني، اصل دي طبيعه جسديه وترابيه، ولازم من عيا لعيا لغايه الموت وهيموت. إذن لو أنت هتفضل شكرك لربنا على العطايا الدنيوية دي، في مشكلة قدامك في حياة الشكر. عايزين الواد ينجح وبنجري بيه من مدارس وبتاعه مدرسين، وندفع أحسن مدرسة وأحسن مدرسين، ونزعل قوي ونوبخ ونتخانق عشان الواد ما جابش الدرجات العالية وبتاعه. وبعدين لما بتنتهي يام الواحد، هو كان دكتور، هو كان مهندس، هو كان عالم، هو كان مش عارف مركزه ايه، كان وزير، بس في الاخر هو ايه؟
تراب ورجع للايه؟ رجع للتراب. هو ده الامور اللي احنا نشكر عليها ربنا. فاحنا رابطين شكرنا لربنا بعطايا. عايزين البنت يا بنات تتجوز، جاي عريس للبنت، هنهيص ونشكر ربنا. البنت مش بتخلف، ها ورحنا وجرينا وعملنا وساعة، وابونا دي يصلي، وابونا دي يصلي، صلي يا ابونا عشان، وبعدين وخلفنا، ويا ريتنا عارفين نربي، ويا ترى الولد عمل فينا ايه، ويا ترى البنت عملت فينا، وراحوا فين وبقوا ايه. احنا رابطين شكرنا لربنا بامور دنيوية ومادية، وكلها بتقع وهتقع، وزي ما بتيجي زي ما بتروح. صحتنا بتروح، والفلوس بتروح، والمراكز بتروح، مش بيطلعوك على المعاش او عجز او حاجات زي كده، او يقولك ما يعني مستغنين عنك، مش بيحصل. فالامور الدنيوية بتيجي وبتروح. لو هقول له اشكرك يا رب على العطايا بتيجي، بس العطايا ما جاتش، انا زعلان يا رب، انا ده انا رحت الدير الفلاني، ورحت لابونا فلان، وطلبت القديس فلان، وعملت تمجيد، وندرت ندر، ومش عارف ايه، بس كل دي امور ايه؟ امور بتيجي وتروح. فلو ده بقى اللي يخليك تشكر وما جاتش، يبقى انت زعلان من ربنا، ويبقى ملوش لازمه الصلاه، وصلينا وما عملتش حاجه، وتشفعنا وما حصلش، ورحنا مش عارف فين وجينا منين، وطلبنا ما تحققش، فانا خلاص لا بصلي ولا اروح ولا علاقتي بربنا هي علاقه كده. العلاقه دي علاقه مريضه، مريضة، ولا يمكن تعيش شاكرين الله كل حين. مش هتيجي دي، مش هتحقق معايا ولا معاك، لو انت رابط علاقتك مع ربنا بإيه؟ بأمور دنيوية. لا، أنا ابتديت معاكو بأهم حاجة، هو محبة الله استعلنت لينا ازاي، وتكملت لما سقطت البشرية بالفداء، ازاي محبة ربنا لينا. هذه المحبة لابد انها تقابل بالشكر. اللي كتير جدا احبائي يقولنا اولاد زعلان من بابا، مش عايز اكلم بابا، انا بكره بابا، مش عارف، ما حتى بيطلبني انا مش هرد عليه. ليه يا حبيبي؟ عشان مش عارف شخط في ايه، منعني من رحله ايه، ما اعرفش، ما رضيش يجيب لي موبايل ايه. طب بابا ما عملش حاجات تانية حلوه خالص؟ مين اللي دفع لك المصاريف بتاعت المدارس بتاعتك، او مين اللي جايب لك اللبس بتاعك، مين اللي فاتح البيت، مين اللي بيشقل ليل ونهار؟ مش ده بابا يا ابني. هو عشان الطلب اللي انت طلبته بتاع الموبايل ده ما جاش، ولا عايز العجله ولا موتوسيكل ولا ما اعرف ايه وما جابهوش، يبقى بابا ما بيحبنيش؟ شوفوا لما تبقى علاقه الابن كده بباباه، ده مش عارف قيمه باباه. العلاقة هنا مريضة. إنما اللي عمال يقول خلين يا رب خلينا بابا، ده لسه مزعق فيك يا ابني وشاخط فيك، عشان انت مش عارف اتصرفت غلط في ايه، ولا زعلت اخوك في ايه، ولا ما ذاكرتش ايه، ولا بتاع، ده لسه شاخط فيك. يقول اه بس ربنا يخليه لنا، ده بيتعب كتير علشان انا عارف بابا قد ايه بيحبنا، عارف بابا قد ايه في كل الظروف، بابا ماما اللي بتتعب معانا طول النهار، اللي مين يقدر روحه. بص احبائي، يسوع المسيح في انجيل لوقا
10 برص جم للسيد المسيح في انجيل لوقا اصحاح 17. فالسيد المسيح تحنن على 10 وشفاهم. شوفوا ازاي احب برضو ايه تشوفوا ربنا يسوع كده وهو يعني متأثر من اللي حصل. لوقا 17 واقرأ معاكم كده بيقول: فذهاب يسوع الى اورشليم اكتاس وسط السامرة والجليل، فيما هو داخل القرية استقبله 10 رجال برص مضروبين بالبرس. البرس ده مرض طبعا خطير جدا، بيضرب كده الجلد ببقع كده تبان بقع بيضة، تبان حمراء الأول وبعدين تبيض، وبيضت معناها أنها بقى في صديد تحتها، وبعدين الصديد ده بيوصل أنه بيبقى فيه تآكل في اللحم، التآكل ده بيوصل لغاية بقى الشرايين والأعصاب، وبيبقى حاجة صعبة جدا، وبيعدي وينقل من حتة لحتة لغاية ما البني آدم ده يموت. مرض وحش جدا ومعدي. 10 برص وقفوا من بعيد ورفعوا، طب ممنوع ان حد يقرب منهم، يعني من الأمانة انه الأبرص يصرخ عشان الناس ما تقربلوش، وينادي على نفسه يقول أبرص أبرص فيبعدوا عنه. طيب 10 البرص دول وقفوا من بعيد ورفعوا صوت قائلين: يا يسوع يا معلم ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا. شريعة الأبرص إن هو لما يلاقي البرص راح منه ما يختلطش بالناس إلا لما يوري نفسه للكهنة الأول، والكهنة هم اللي يشخصوا ويقولوا أيوة ده شوفي، يقدم الذبائح بتاعة الخطية، لأن البرص نتيجة خطية، يقدم الذبائح المطلوبة وبعدين يروح بقى يعاشر الناس ويرجع لإيه؟ لعلاقاته مع الناس. فيسوع قابل 10 البرص دول وهم يعني استغاثوا بي، فقال لهم يسوع اداهم الاذن ايه؟ روحوا وروا نفسكم للكهنة. معناها ايه؟ مين يروح يوري نفسه للكاهن؟ اللي لقى البرص ايه؟ راح. يبقى 10 بصوا كده بعد يسوع ما قال لهم روحوا وروا نفسكم للكهنة، يعني خلاص انتوا شوفيتم، مجرد مدوا ظهرهم كده وماشيين كل واحد يبص في لحمه، لقى لحمه سليم، لقوا لحمه ايه؟ سليم. طيب راحوا وروا نفسهم للكهنة علشان يسمحوا لهم يروحوا بيوتهم بقى ويعاشروا اهاليهم والناس ما تخافش منهم، وراحوا لاهاليهم. طب وبعدين ايه اللي جرى؟ لما رفعوا صوتا قائلين: يا يسوع يا معلم ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا أروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا. فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. رجع ليسوع إيه؟ عمال يشكر بقى يسوع، يبوس في ايديه ويبوس في رجليه: طهرتني، رجعتني لأهلي بعد ما كنت منبوذ، وبعد ما كنت يعني الناس تخاف مني وتستعر مني ومحروم من كل حياة وكل حب وكل ارتباط. فرجع يشكر بقى يسوع. وبعدين خر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا يعني مش يهودي، غريب. فأجاب يسوع وقال: أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي يا ابني، إيمانك خلصك. يسوع متأثر وزعلان خالص، بقى أنا شفيت 10، مفيش غير واحد يجي يشكر؟ دي معناها إيه يا حبائي؟ واضح إن النسبة فينا، خدوا بالكم عشان الكلام بيخصنا،
يخصنا احنا، ان النسبة اللي بتشكر ربنا 1/10 والباقي لا بشكر، وفي نفس الوقت لو ما اديتنيش اللي انا بقول لك يا رب اديني اديني اديني، لو ما اديتنيش مش هشكرك. ده مش هو الشكر، مش هو الشكر. طيب عايزين نعرف اكتر، هنروح لايه؟ لايوب. بصينا لقينا ايوب راجل ما فيش زيه على وجه الارض، ربنا شهد له ما فيش انسان كامل زيك يا ايوب. ربنا اختار ايوب ده عايز يعلم فيه الاجيال ورا بعضها حياة الشكر. عمل ايه ربنا؟ خدوا بالكم كل اللي حصل لايوب بسماح من الله. مش كل ما تعبنا بتبقى بسماح الله، في من متاعبنا نتيجة خطايانا. لا ما كانش أيوب كده، خدوا بالكم كل اللي بيعيش في الخطية، الخطية لها مشاكلها ولها أمراضها ولها متاعبها ومصايبها وفضايحها وخساراتها وحاجات وحشة كتير. وللأسف الناس خدوا بالكم من الغلطة الكبيرة دي، الناس دايما ينسبوا مشاكلهم ومتعبهم كده، يجي يقولوا ليه يا رب كده؟ طب ليه ادتني الست دي اللي تعباني؟ طب ادتني ليه الراجل ده اللي هو موريني مش عارف ايه؟ كأن ربنا هو اللي اداها الراجل ده، وربنا هو اللي اداها الست دي اللي هي تعباه، مش شايف حاجة حلوة فيها خالص غير انها تعباه، وهي مش شايفة حاجة حلوة فيه خالص، هي شايفة ان هو مرر عيشتها. ومين بقى السبب؟ هو انت يا رب. ليه يا رب تديني الراجل ده؟ ليه يا رب تديني الست دي؟ وكأن احنا ما اخترناش، كأن ربنا عمل لنا سبات كده اهو، زي ما عمل على آدم اوقع عليه سبات كده وراح خلق له حواء. ما حصلش كده معاك ولا معاكي، ما حصلش كده. حضرتك اخترت بكامل حريتك وإرادتك، حضرتك اخترتي بكامل حريتك وإرادتك، بس احنا ما تعودناش عينينا تبقى حلوة. العينين الحلوة تشوف الحاجة الحلوة بس. طب والحاجات الوحشة؟ ما فيش حد كامل، فيش حد كامل، لا انت ولا هي ولا انا، فيش حد كامل. بس احنا بنتعايش مع بعض ازاي؟ بشوف الحاجة الحلوة اللي فيكي، بشوف الحاجة الحلوة اللي فيك، بشوف الحاجة الحلوة اللي في اخواتي، واتعايش معاها من خلالها ونتعايش مع بعض. طب والحاجات الصعبة شوية؟ انا اتكيف مع نفسي واحتمل واصبر واغفر واطول بالي وتلاشى بعض الحاجات اللي تجيبه الى اخره من هذه الامور. المهم الامور دي اختياراتنا احنا، بس لما بتحصل مشاكل نقول له ليه يا رب؟ كأن ربنا قاعد في السماء كده يحدفنا بطوب، فهو حدف حضرتك بحضرتها وحدف حضرتها بحضرته، ربنا بيحدفنا كده. مع ان احنا بقى الكنيسة علمتنا فلنشكر ايه؟ صانع الخيرات. ربنا ما عملش شر ابدا ابدا، طبيعته ما فيهاش شر، طبيعته ما يفهاش أذى، طبيعته ما فيهاش موت، فيها حياة. جئت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. أنا نور العالم. فتيجي الناس دايما عند الأمور الصعبة ويقول له ليه يا رب؟ والحاجة الكويسة أنا شفت أنا إزاي نجحت في الموضوع، شفت انا شاطر ازاي، شفت انا مش عارف ايه، شفت ايه. الحاجة الحلوة انا، والحاجة الصعبة او المشكلة تبقى هو، تبقى ربنا. يا نهار، دول هيشكروا ربنا ازاي؟ تعالوا بقى نشوف ايوب.
أيوب زي ما قلت لكم ربنا يعني هو هيصعب علينا كلنا. أيوب لما نعرف حاله هيصعب علينا، بس هو ربنا الحقيقة بيختار كده زي الرسل. الرسل ربنا اختارهم، أهم اتضربوا وخرجوا فرحانين أنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم المسيح، أهو تسجنوا وقبلوا السجن، أهو استشهدوا كلهم ولا واحد فيهم زعلان أنه هو اختار تلمذة المسيح. ليه؟ خلاص بقى مؤمنين بقى بالمجد اللي فوق، يلا الاستشهاد ده وصلنا بسرعة، بقوا فرحانين على طول في كل حال. اتضربوا وخرجوا فرحانين، اتسجنوا بطرس الرسول نايم في السجن نوم عميق، جه ملاك يهز فيه مش دريان بنفسه، ده هو اللي قاعد يلبس فيه ويمنطقه بالمنطق وخده من ايديه وخرج بيه من السجن وهو مش دريان بيتهيأله بيحلم. شوف النوم العميق، هو اصله ايه؟ مع ربنا وفي كل حاجة حلوة مع ربنا. السجن حلو يا بطرس، حلو قوي. بولس الرسول وسيلة جوه السجن وبيسبح. شوف الناس اللي هي عارفة الشكر بتاع ربنا وعارفين ان ربنا فلنشكر ايه؟ صانع التجارب والجلدات والمتاعب والمشاكل والمصايب والأمراض، لا لا لا، صانع الايه؟ الخيرات. وكملوا بقى صلاة الشكر كلها هتلاقوه حاجات كثيرة عايزين نشكره عليها، صانع الخيرات لأنه عمل معانا وسترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إلى آخر. طيب أرجع لأيوب، ربنا اختاره. التجارب دي هتيجي من عندك أنت يا رب؟ قال آه بعد إذنك يعني، بس أنا مختار أيوب وعارف أيوب مش هيزعل مني. يا أيوب الحق الغنمات بتاعتك والبقر والجمال ومش عارفوا ايه، نزلوا عليها السبئين وسرقوهم وخطفوهم وضربوا الرعاة بتوعك دول وقتلوهم كمان، واحد نفقد منهم كده جاي يدي الخبر لأيوب. خلاص الرب أعطى، الرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا. يعني ليكن اسم الرب مباركا يعني ايه؟ أشكرك يا رب أنت اديت، أشكرك يا رب أنت ايه؟ انت خدت. هو انا اقدر يعني كنت اجيب اي حاجه؟ ده انا ما اقدرش اخلق نفسي، انا ما اقدرش اخلق شعره من راسي، انا ما اقدرش. النفس يا احبائي اللي بنتنفسه في التسبيح نقول كده، كل نفس اعطيه يسبح اسمه يعني يشكرك. النفس مش بتدخله العنايه المركزه، تلاقوا ناس مش قادره تاخد النفس، يحط لهم اكسجين. طب انا باخد النفس ده بشكر، بشكر ربنا على النفس ولا واخدين بالنا؟ طب انا واقف على رجلي وبمشي على رجلي، ده في ناس مشلولين وفي ناس قاعدين على كراسي ويزقوهم وفي ناس مشلولين على السراير. طب عرفت ان وقفتك دي ومشيتك على دي نعمة تشكر ربنا؟ يبقى كنت كل خطوة اشكرك يا رب، كل خطوة اشكرك يا رب، كل نفس اشكرك يا رب، في الليل والنهار أشكرك يا رب. ده اللي يعرف، اللي يفهم، اللي يفهم، اللي بيحب يعترف بأفضال الله على حياته. لكن أنا مش في دماغي غير ليه يا رب أنا طلبت منك كده وما ادتنيش كده، أنا زعلان يا رب، ولا أصلي ولا بتاع الصلاة جاب إيه، ما عملش حاجة، وصمنا بقى وندرنا ندر وما حصلش. أنت سامحني يعني، أنت ما بتعرفش التعامل مع الله. اللي يعرف يتعامل مع الله، لا كل نفس، كل نفس أعطيه يسبح اسمك قدوس يشكرك. فأيوب قالوا له الغنمات بتاعتك والبقر راحت والرعاة انتهوا اتقتلوا كلهم، قال أنا ما جبتش حاجة، ده ربنا اللي جاب وربنا خد، ليكن اسم الرب مباركا يعني أشكرك يا رب. طيب شويتين ولاده متجمعين في بيت، متعودين كل يوم يتجمعوا مع بعض في بيت، سبع ولاد وثلاث بنات، وبيعملوا حفلة جميلة وبتاع ويقدموا زبايح ويقعدوا يتعزوا مع بعض كده، هوت ولاد متربيين كويسين. هوب البيت وقع عليهم، سقف البيت وقع عليهم والخبر وصل لأيوب، الحق ولادك كلهم
اضطرب عليهم البيت وماتوا. قالوا انا خلقت واحد اي حاجه فيهم ولا اعرف اخلق شعره، هو الرب اللي اعطى، هو الرب اللي اخذ. هم هنا ولاد ربنا، هم هناك هم مع ربنا. ليكن اسم الرب مباركا. يا ربي احنا نعرف نشكر على حاجات زي كده؟ احنا فين يا رب من حياه الشكر؟ طيب شويتين كده وبصينا لقينا ايوب نفسه جسمه اتضرب بايه؟ بقرح كده ماسكه من راسه ورجليه وعمال يهرش، وبدايه يعني حاجه زي البرس كده، ولسه ايوب عمال يشكر ربنا ويسبح ربنا ويمجد ربنا. مراته بقى ايه؟ مراته حصل ايه؟ واضح ان ايه النساء انيه، ايه انيه ضعيفه. بطرس الرسول قال كده، بس ربنا حط جنبهم الرجاله بقى، ربنا يستر احسن رجاله كمان يبقوا انيه اضعف، تبقى مشكله اكبر. المهم فالانيه الضعيفه بتاعت ايوب قالت له الله انت لسه بتشكر ربنا ولسه بتبارك ربنا وعمال تمجد ربنا وعمال تسبح ربنا، باركه ما فاضلش غير النفس بتاعك انت وتموت ويبقى انا ما حلتيش حاجه، لا العيال ولا الغنم والبقر ولا الاراضي ولا 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 انت كمان، ولسه هتقول لي نبارك ربنا؟ قال لها ايه بقى؟ تتكلمين كاحدى الجاهلات. الكلام واصل لينا؟ كم واحد جاهل النهارده دلوقتي؟ كم واحد اكتشف انه جاهل؟ انا اولكم. ساعات برضو ببقى انيه ضعيفه الظاهر، برضو ايه لازم يعني بصراحه اصلي واقول له يا رب اعن، يا رب ايماني اعن، عدم ايماني اعن، ضعف ايماني خليني يا رب اشكرك 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 كل حين على كل شيء. تتكلمين كإحدى الجاهلات، على الخير نشكر الله، نقبل من الله، والشر لا نقبل. لا 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 لا، غلط يا بنتي، غلط حبيبتي، تعمليش كده، اوعى الشكر بتاعك يروح. عشان كده ربنا الحقيقة اتعامل مع أيوب بقى ازاي؟ فهنا طبعا ايوب زي ما قلت لكم هو ربنا اختاره، اوعى تصدقوا ان حد فيكم هيحصل معاه اللي حصل مع ايوب، لا هو ايوب ربنا اختاره رمز للسيد المسيح، لان احنا بصراحه بخطايانا ربنا شاف الدنيا كلها، ادم وحواء ونسلهم وقعوا تحت الفساد والشيطان مسيطر عليهم والموت بقوا تحت حكم الموت، كل ده واجع قلب المسيح قوي. بس يسوع جه وصلى قدام قبر العازر كله قال له اشكرك ايها الاب، انا اعلم انك تسمع لي كل حين، ولكن لاجل هذا الجمع المحيط بي قلت ليؤمنوا انك ارسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم وقال عازر هلم خارجا، فخرج الميت وهو مربوط اليدين والرجلين بلفايف ووجهه ملفوف بمنديل، فقال لهم حلوه ودعوه يمضي. دي البشرية بتاعتنا، يسوع المتألم. فأيوب كان في الوضع ده ربنا اختاره، عارف انه هيستحمل. تستحملني يا أيوب انا بجربك، استحملني يا أيوب انا بحطك في الامتحان الكبير ده، بس انا عايز اعلم الأجيال، عيب عليهم لما ما يشكروش ربنا على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. أنا هكتفي معاكم كده أحبائي، لأنه يعني أنا كل هدفي إن إحنا أولا نشكر ربنا على نعمة إنه إحنا من ضمن المخلصين والمفديين والمدعوين لملكوته، ودي أهم حاجة أحبائي. أما بقية أمور الدنيا دي كلها أرجوكم تتعاملوا معها إنها باطل الأباطيل قبض الريح،
بناخد وبتروح. كل حاجة هي قانون واحد على الكل. اوعوا تربطوا حياة شكركم لربنا وتسبيحكم وتمجيدكم لربنا بناء على طلبات دنيوية أرضية. لو جات نشكر ونهيص، ولو ما جاتش نزعل ونخاصم ونشك في إيماننا ونشك في صلواتنا وفي قديسنا وإلى آخره. الكلام ده مش صح يا أحبائي، ومش لائق أبدا بالعلاقة اللي بتربطنا بالله الذي أحبنا وافتدانا. أحبنا ودعانا لميراث ملكوت السماوات ما لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات لإلهنا المجد الدائم الأبد. أمين.